المفروض إن المؤمن يكون عنده رحمة. على فكرة أصعب شيء إنك أنت تتعامل مع إنسان قاسي. تخيل في الزواج إذا الرجل بيكون قاسي جداً على زوجته أو قاسي على أولاده، شو بتكون النتائج في هذا البيت؟ لكن الإنسان اللي مليان رحمة دايماً بيظهر هذه الرحمة للجميع. حتى أحبائي الصديق والمؤمن بسفر الأمثال بيظهر رحمة حتى على الحيوان. فتخيل إنه الإنسان المليان رحمة، الرحم عنده الشفقة أحشاء رأفات، لابد أن يظهر رحمة المسيح وعمل المسيح في حياته. فالمسيح طوب مثل هؤلاء الناس. وبحب أذكر المشاهد إنه لما تكلم المسيح في العظة على الجبل، صحيح إنه هاي المنطقة كانت منطقة يهودية لكن كانت تحت الاحتلال الروماني. الجند الروماني ما كانش عنده رحمة، لازم يعامل الناس بدون شفقة بدون رحمة، بيد من حديد حتى يفرض السيطرة في كل مكان. وهكذا أحبائي رجال الدين للأسف لم يظهروا الرحمة. أصعب شيء في هذا الوجود لما بكون شخص بيخدم الرب وما عندوش رحمة، بيتعامل مع الناس كحجارة وكجماد، وبيتعامل مع الناس كأنها مش من المستوى. فأنا بصلي إنه الله يلمس قلوبنا بهذه الرحمة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.